لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم، هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانات جزائريات رفضوا أداء مشاهد الكوبلات في أعمالهم. الفنانة رقم 6 لن تتوقعوها ضمن القائمة، شاهد الفيديو للنهاية عشان تعرف التفاصيل. لكن قبل ما نبدأ من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، وصلي على سيدنا محمد في خانة التعليقات أسفل الفيديو. 1. بشرى عقبي. رفضت الفنانة الجزائرية بشرى عقبي أداء مشهد جريء في فيلم عرض عليها بمبلغ ضخم، ولكنها رفضت لأن الفيلم إباحي ولا داعي لذكر اسمه. وقالت في تصريح لها أنها سوف تمثل الأدوار اللائقة بشخصيتها ولا تريد أي مشاهد إغراء. الفنانة بشرى عقبي ممثلة وعارضة أزياء جزائرية، ولدت بالعاصمة الجزائر في 21 أبريل سنة 1985، ولها عدة أعمال منها جمعي فاميلي في مواسمه الثلاثة، وأعمالها في المسلسلات هي جمعي فاميلي الجزء الأول والثاني والثالث ودوامة الحياة والربيع الأسود وغيرها. 2. نوال زعتر. هي ممثلة جزائرية شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الجزائرية والعربية. نالت في مسلسل اللاعب جائزة الفنك الذهبي. مشاركتها في السينما كانت من خلال أفلام عديدة كريح الجنوب والقلعة وغيرها، لكن رفضت دور جريء مع الفنان الراحل سيد علي كويرات في مسلسل اللاعب. 3. سهيلة معلم. الفنانة سهيلة معلم ترفض تقديم أدوار الإغراء والكوبلات وارتداء المايوه، وذلك لأن هذه المشاهد أصبح يتم استخدامها بطرق مبتذلة في نظرها. سهيلة معلم هي ممثلة جزائرية اشتهرت من خلال بطولة مسلسل بيبيش وبيبيشة، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان فرنسا للسينما سنة 2013 عن الفيلم القصير قبل الأيام، إضافة إلى مشاركتها في برنامج أرب كاستنج عام 2015 والذي وصلت فيه إلى المرحلة النهائية. كما شاركت في العديد من المسلسلات الجزائرية منها أولاد الحلال في عام 2019. 4. وردة الجزائرية. الفنانة وردة الجزائرية رفضت أداء كوبلة من معجبينها وهي على المسرح، وقالت له لا عيب عيب عليك، أنا فنانة محترمة، إذا كنت تريد صورة معي فتفضل، وإذا كنت تريد أن تقبلني فابتعد. الفنانة وردة الجزائرية ولدت 22 يوليو سنة 1939 وتوفيت 17 مايو 2012، وهي مغنية جزائرية اسمها الحقيقي وردة فيتوكي. ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية، لها طفلان هما رياض ووداد، وولدت في فرنسا لأب جزائري ينحدر من ولاية سوق أهراس بلدية سدراتا بالجزائر، وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت، ومارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها. 5. مليكة بالباي. الخجل هو الذي يمنع الفنانة مليكة بالباي من تقديم هذه المشاهد، بالإضافة إلى حرصها على مراعاة شعور أبنائها، وعلى الرغم من تحفظها على هذه المشاهد لكنها لا تهاجم من يقدمون هذه الأعمال ولا تعتبرهم مخطئين، فلكل منهم قراره. مليكة بالباي هي فنانة مسرحية وسينمائية جزائرية
من مواليد 15 جوان سنة 1974 بمدينة تيارت غرب الجزائر. ولعبت مليكة بالباي في العديد من المسرحيات، كان أولها نجمة من إخراج كاتب ياسين وإخراج زيان الشريف في عام 2003. وفي المسرح الوطني بالجزائر تم إنتاج المسرحية باللغة الفرنسية، وشهدت بداية مسيرتها المهنية بجولة في أكثر من 30 عرضا بين الجزائر وفرنسا. رقم 6 اللي مش هتصدق إنها موجودة فعلا معانا في القائمة، صوفيا بوتيلا. أصبحت ترفض أداء مشاهد الكوبلات في أعمالها لأنها قالت إنها بتحس بالإشمئزاز في الفترة الأخيرة، وده السبب في قرارها من عدم أدائها لهذه الأدوار مجددا. ومن أشهر الكوبلات التي تحدثت عنها هي كوبلة المغني الفرنسي ماتيو شديد التي تسببت في جرح شفتيها. صوفيا بوتيلا هي راقصة وممثلة وعازفة جزائرية من مواليد 3 أبريل سنة 1982 في باب الوادي. والدها هو الملحن صافي بوتيلا، اشتهرت أساسا برقص الهيب هوب ورقص الشوارع، وأيضا عرفت بظهورها في إعلانات نايكي النسائية. مثلت صوفيا في عدة أفلام أمريكية أبرزها ستريت دانس الجزء الثاني ووحوش القارة السوداء عام 2014 وكين غزمان والاستخبارات السرية 2015 وستار تريك بيون 2016 وغيرها من الأعمال. 7 وأخيرا نوميديا لازول هي واحدة من بين النجمات التي ترفض هذه المشاهد. وضعت الفنانة الشهيرة أسرتها وأبنائها أمام عينيها في اختياراتها، وحفاظا على مشاعرهم ترفض تقديم الكوبلات. نوميديا لازول هي ممثلة وعارضة أزياء جزائرية، أول ظهور لها كان في عام 2012 خلال مشاركتها في برنامج ألحان وشباب. نوميديا جزائرية الأصل، ولدت في ولاية تيزي ووزو ومقيمة في الجزائر حاليا. تستطيع التحدث كل من العربية والفرنسية والإنجليزية والقبائلية. درست الموسيقى والتراث الأندلسي لمدة 8 سنوات. لديها أخت واحدة كانت تعشق الغناء والعزف، لكنها قالت بأنها تريد التركيز على التمثيل أكثر. وهكذا نكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. انتظرونا في الفيديوهات القادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.